اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتتبعينا الكرام، اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. المهم اصدقائي، تم تنزيل مفاجاه تخص ليلة تورك اولو، حيث شاركت في فيديو كليب جديد مع المغني المشهور والمعروف امير جان ايريك، واعلنت تيلا عن مشاركتها في فيديو كليب جديد مع هذا المغني المعروف تحت عنوان بير كارانفيل، وبالعربيه تعني القرنفل. أعربت سيرة ترك أورو عن سعادتها وحماسها الكبير بمشاركتها في هذه الأغنية، مشيرة إلى أن الفيديو متاح الآن على منصة اليوتيوب، حيث قالت في ستوري: الفيديو الموسيقي الخاص بنا الذي أنا سعيدة ومتحمسة للغاية لأكون جزء منه على الهواء. وللذكر أن سيرة ترك أورو أصدقائي وأمير جان لديهما قصة فنية سابقة مع أغنية نالان، والآن يعودان سويا للتعاون في مشروع جديد يعزز من شراكتهما الفنية. كما أيضا أصدقائي، التقطت سيلا ترك أولو العديد من الصور مع الطفلة بشرى وهي الفتاة الموجودة في الفيديو كليب، وعلقت قائلة: هذه الفتاة الصغيرة، لا أعلم متى سأراك، لكن قلبي الصغير دائما معك يا أختي سيلا، أنت جميلة جدا 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 وطيبة جدا، أحبك كثيرا. وأعادت نشر تدوينة أخرى تقول فيها: لقد بدأت بالفعل أن تصبحي ذكرى، إذ كان بإمكاني العودة فسوف أعانقها وأقبلها بقدر ما أستطيع. وللذكر أصدقائي، هذه الطفلة هي عارضة أزياء، وهذه الأغنية أصدقائي تتحدث عن هزائم وانتصارات وأحلام وخيبة أمل. المهم كلمة الأغنية تقول تحت عنوان يعني قرنفل: لقد قمت بتأليف نفسي، لا تفرح بأي شيء حتى أنني بنيت قصرا لفراغك بداخلي، طلبت منك مرة واحدة من قلبي، لم أطلب منك إلا من قلبي، قرنفل يضرب الأرض، ألم يكن اسمي في ذاكرتك، ألم يكن هناك أي مكان في ركبتك، لم تسمحي لي بوضع رأسي على ركبتك، طلبت منك مرة واحدة من قلبي، لم أطلب منك إلا من قلبي، يسقط القرنفل على الأرض، هو اسمي غير محفوظ، فهل ليس له مكان في ذاكرتك؟ لم يكن هناك مكان على ركبتك، لن تسمحي لي بوضع رأسي على ركبتك. بصراحة أصدقائي الكل مدحوا كلمات الأغنية، واضح أنها أغنية يعني جميلة. برافو لسيلا ترك أولو، تشتغل بصمت ما شاء الله، عقبال مشاريع جديدة. والعديد أصدقائي أعجبوا كما قلت بالفيديو كليب وبتناسق سيلا والطفلة، وقالوا أنها تشبهها يعني تشبه سيلا كثيرا رغم أن عيونها غير ملونة، ولكن نسخة فتاكة لسيلا. بصراحة أصدقائي، وجود سيلا في فيديو كليب يعتبر مفاجأة بدون سابق إنذار. المهم نتمنى لها التوفيق الدائم إن شاء الله، وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء.